خير، أنا رانيا، تعالوا معي أوريكم بيتنا. هنا أريام أختي جالسة تلعب بالعروسة، هنا محل المطبخ حقنا، هنا محل الحمام والحمام نفرحهم، هنا أبي جالس يصنع لنا الدافور. مثل ما هذا بيتنا، هذا بيت يعني أنا هذا ما بيش معه كهرباء، والأمطار لما تدم اسمها تجي يعني تهب بين البيوت زين، بعدين يناموا فوق الفرش مبتلة وذا، واحنا يعني منهم. دحين مش هلبس ثياب المدرسة وشابك سلام مدرسة. الآن أنا جاهزة عشان نروح المدرسة. أنا الآن راح المدرسة أنا وأختي مع بعض، وأختي صاحبتي، ونروح المدرسة مشي ونرجع مشي. هذه مدرستي اللي كل يوم أروح فيها أمارس النشاطات، المواهب، الإذاعة، يعني يجيبوا لي نشاط، أنا أجلس هناك فيها نعمل كل حاجة في المدرسة. ذا أستاذ خالد الطيري، درسنا لغة عربية، سنسأل نشوف جاوب ولا لا. ليش التعليم مهم؟ لأن التعليم أساس نهضة الشعوب، وأي أمة لا تتعلم لن تنهض. شكرا. ريمة نادية، ريمة نادية، ريمة. أنا الآن راجعة من المدرسة وجلست مع صديقاتي نلعب ونضحك وجاوب لنا دروس، أنا سعيدة بهذا اليوم بشكل كامل. أنا الآن شاسير أبدل وبساعد ماما في الطبخ. أنا جالسة أدق ملوخية، ونم جالسة أدق ثوم ودم أسنان كبزارة لملوخية، ونهب لملوخية ماي، بس بالله بارد تطلع ملوخية فنانة. طعمها حالي. أنا اليوم سعيدة أنني كملت يومي ومارست النشاطات بين المدرسة، وأتمنى أن الكادر التعليمي يرجع زي ما كان، أتمنى أن الكهرباء ترجع زي ما كانت، أتمنى أن الماء يرجع زي ما كان.